تحية رياضية مشاهدي ام تي في، تحية من ملعب مدرسة سيدة الويزي بزوق مصبح بزاك سكولز تشامبيون شيب يلي وصلت إلى ختامها. شفنا نهائي رائع على صعيد كرة السلة، مسابقة كرة السلة يلي فعلا وكيت بكل وعود من خلال المباراة النهائية اللي جمعت الحكمة والشانفيل. اللقب كان لمصلحة الشانفيل، اليوم مباراة كبيرة أيضا تنتظرنا لكن بمسابقة الفوتسال، هاللعبة يلي عم تنافس بشعبيتها العديد من الألعاب الرياضية الأكثر شعبية بلبنان. شانفيل مرة جديدة رح يكون بالمباراة النهائية، انما هالمرة عم يواجه صاحب الضيافة صاحب الارض يلي بيعرف الملعب كثير منيح، فريق الويزي المدعوم بجمهوره الكبير خلفه. مباراة اكيد بالانتظار رح تكون مباراة طبعا رح تشوفوا فيها العديد من المواهب تتعرفوا عليهم، هن رواد المستقبل. مباراة نهائية لكرة السلة بينت قد ايه في مواهب بالمدارس، قد ايه المواهب ممكن تنتقل للجامعات ومنها تاخذ طريقة باتجاه الاندية اللبنانية. هذا هو الهدف من زاك سكولز تشامبيون شيب، انه نتعرف على اسماء جديدة الوجوه الجديدة اللي من المفترض انها تكون الاساس ببناء المنتخبات الوطنية. على كل حال ما راح اطول عليكم اكثر، خلونا نروح نتعرف على لاعبي الفريقين قبل ما نشوف شو ممكن المدربين يختاروا لاعبينهم الافضل. واليوم رح يشهد على نهائي بزاك للمدارس بكرة الصالة بين مدرسة شانفيل ومدرسة الويزي من تنظيم شركة سبورتس مانيا الرائدة بمجال الأحداث الرياضية. بدنا نخص بالشكر جامعة الروح القدس الكاثوليك الراعي الرسمي لهالبطولة على كل الجهود يلي عم بتقوم فيها لتنمية الشباب على الصعيد العلمي والرياضي. وبدي اكيد خص بالذكر كمان واتشكر كل الداعمين والمساهمين لهالبطوله، وعلى راسهم تلفزيون الام تي في داعم للجيل الصاعد ويلي عم يعطيهم مجال ليطلوا بمهاراتهم على العالم الاوسع. شكر كثير كبير لرئيس مجلس الاداره السيد ميشيل المور، وعلى امل التعاون الاكبر بالمستقبل لتبقى الرياضه مستمره بنجاح. وهلا خلونا نستقبل معنا حكامنا الثلاثه يلي رح يقودوا هيدي المباراه، خليل بلهوان، ريم شامي، ونور شعيطو. بدايه نستقبل فريق شانفيل، نمبر 1 جوي رحمه، نمبر 2 جوزيف نادر، نمبر 4 إميليو كاهل، نمبر 5 شربل خويري، نمبر 7 إلي مينا، نمبر 8 شفيق أبو غزالي، نمبر 9 سمير أبي نجم، نمبر 10 رودي فرانسيس، نمبر 11 مارون فغالي، نمبر 18 جوني قمر، نمبر 24 مارك مكرزن، نمبر 99 كريستوف سمور، والكوتش متري سركيس. وهلا مع فريق الويزي، نمبر 1 رايان ابي رزق، نمبر 7 جيسن عوضي، نمبر 8 الا عيه، نمبر 9 الي ابي زيد، نمبر 10 كارل خليل، نمبر 13 لويس شلهوب، نمبر 17 انطوني شحاده، نمبر 20 مارون حاتمي، نمبر 21 فادي رعد، نمبر 22 جسكار عقيقي، نمبر 23 شربل ديدوس، نمبر 30 رودي ابي رزق، والكوتش ربيع ديب، واسيستنت ريكاردو سلامه. وهلا مع النشيد الوطني اللبناني. Thank you.
الشانفيل والويزي بنهائي منتظر كان بمسابقة الفوتسال دوزاك سكولز تشامبيونشيب من نسختها الأولى. هالبطولة الرائعة جدا، 19 مدرسة شاركوا بين مسابقتي الفوتسال والباسكت بول، والأكيد إنه اليوم هالنهائي حيكون بنفس قوة وحماسة نهائي كرة السلة اللي تابعناه أيضا عبر شاشة ام تي في. هيدا الشانفيل والويزي هيك رح يبلشوا الفريقين. من ناحية الويزي راين أبي رزق رح يكون بحراسة المرمى، جيسون عودي الكابتن رقم 7، رقم 10 كارل خليل، لويس شلهوب 13، وجيسكار عقيقي رقم 22. بالمقابل الشانفيل جوي رحمي رح يكون بحراسة المرمى، جوزيف جوي نادر، سمير أبي نجم، رودي فرانسيس، وكريستوف سمور تيتو هن رح يكونوا بتشكيلته الأساسية للكوتش متري سركيس. المباراة رح يقودها الحكمين الدوليين خليل بلهوان وريم شامي، أما حكم الطاولة فرح تكون نور شعيتو. طبعا هالبطولة أو هالمسابقة مسابقة فوتسال يلي شاركت فيها 16 مدرسة عم تقام برعاية الاتحاد اللبناني لكرة القدم، الاتحاد اللبناني لكرة القدم يلي أوفد الحكام الثلاثة ليكونوا اليوم عم يقودوا هالمباراة يلي من المفترض ترتقي للمستوى العالي جدا بظل المواهب الكتير يلي موجودة بالفريقين، ويلي طبعا عم تشتغل الجامعات بلبنان لاستقطابهم. وهالبطولة طبعا مثل ما قلنا دوزاك سكولز تشامبيون شيب بتعطي فرصة للجامعات للتعرف على أبرز المواهب الموجودة بالمدارس وتنقلها لعنا. قلنا قديش مهم امبارح لما حكينا عن نهائي المدارس بالباسكتبول قد ايه مهمه تشتغل على الجيل الجديد، الجيل الجديد يعني يكونوا نواه لفرق الجامعات من بعد الانديه وطبعا المنتخبات الوطنيه، ولانه ايماننا كبير بالجيل الصاعد، لانه مثل ما ذكرت على هامش نهائي مسابقه كره السله انه الرياضه هي رساله تربويه قبل ما تكون رياضيه. من هون بتحمل أهمية بطولة المدارس وبيحمل أهمية النهائي اللي عم تشوفوه عبر شاشة ام تي في، ودائما تشجيع لشبابنا للجيل الصاعد ليكون بالنسبة لهم الرياضة ضمن أولوياتهم على حسابات الأمور الأخرى. قائدي الفريقين جيسون عودي وكريستوف سمور هن يلي طبعا مع حكمي اللقاء بانتظار انطلاق هالمباراة، المباراة يلي مثل ما ذكرت رح نجمع بين افضل فريقين بالدوري يلي بالمناسبه كانوا التقوا ضمن الدور الاول بالمجموعه الثالثه الناريه يلي جمعت لويز الشامبيون جيسون الماري والجمهور. لويز كان عم ياخذ المركز الاول بهالمجموعه امام الشامبيون من بعد ما قدر يحسم لقاءه معه بنتيجه 5-4. ما بقدر اخبركم عن هالمباراه. كنت عم بتحدث عن مباراة الويزي والشانفيل بالدور الأول، مباراة يلي صارت بسبعة كانون تاني الماضي، البطولة يلي طلقت بشهر كانون الأول، وعلى مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة كنا عم نشوف مباريات دور المجموعات من بعد ربع نهائي نصف نهائي، واليوم المباراة النهائية. الشانفيل كان متقدم 3-0 بلقائه مع الويزي عندما التقوا الفريقين ضمن دور المجموعات، من بعد تخيلوا الويزي قدر يتقدم 5-3 لتنتهي المباراة بنتيجة 5-4. هيدي النتيجه وتفاصيل المباراه يلي عم بعطيكم اياها، عم بحاول اعكس لكم صوره صغيره قد ايه الفريقين ممكن يقدموا، قد ايه ممكن توصل للمباراه لمستوى العالي على غرار نهائي كره السله يلي كشف عن مواهب كثير. تعرفنا على ايدي لبكي، على سايمون درغام، على ميتشل تابت، على اندرو كوبالي، على كثير من الاسماء ما بدي انسى حدا، مع المدربين طبعا توني كارا وباتريك سابا يلي بنوجه لهم تحيه على طبعا مهمتهم التربويه، وهن يلي اغنوا كره السله اللبنانيه بكثير من الأندية. اليوم عم يكونوا موجودين على صعيد المدارس أيضا مثل ما موجود كوتش ربيع ديب وكوتش متري سركيس مع
الويزي والشانفيل على التوالي. هنشوف الويزي اذا رح يقدر يستفيد من عامل الارض وياخذ الافضليه بهالمباراه. طبعا مثل ما قلنا امبارح مسابقه كره السله كانت عم تقام على ملعب مدرسه الشانفيل، بينما مسابقه كره القدم للصالات عم تقام على واحد من افضل الملاعب حاليا بلبنان، هو ملعب مدرسه سيده الويزي بزوق مصباح. ومدرسه سيده الويزي يلي طبعا ارتبطت باللاعبتين بشكل كثير كبير، ان كان بالباسكتبول او كان بالفوتسال، وهي يلي عندها ناديين بدوري الدرجه الاولى باللعبتين. وطبعا المدارس جسر عبور الى الناديين بالنسبه للمدرستين. الويزي يلي من اول المدارس يلي اعتمدوا هاللعبه، لحظه انطلاق المباراه حاليا. الكره الاولى كانت عم تتحرك من الويزي باتجاه الشانفيل. رح نشوف الطريقه يلي رح يعتمدها كوتش متري السركيس ببدايه المباراه مع كريستوف سمور، هو يلي بحرك الكره من الخلف. كريستوف سمير ابي نجم رقم 9 الى يسار، هو يلي عم يقدر يستلم. كريستوف ايضا عم يطلع على البريس لاعبي فريق الشانفيل مع ابي نجم يلي بحاول يمر، انما الكره الى خارج ارض الملعب. ركله تماس، ما عندنا رمي تماس طبعا بالفوتسال على غرار الفوتبول، عندنا ركله تماس. الانطلاقه بالجهه المقابله مع لويس شلهوب فريق شانفيل ورودي فرانسيس. لعبوا كثير منيح اللاعب الرقم 10 رودي فرانسيس، خطورته ممكن تكون كثير كبيره. الوقت يلي حاليا الويزي او شانفيل هو بالانطلاق مع الكره الاماميه وعم تنقطع من قبل كارل خليل. الركله الركنيه مع رودي السمور مره جديده، كره مقطوعه الى خارج ارض الملعب. لويس شلهوب هي اللي كان عم يقطعها. كريستوف سمور مره جديده بالخلف، بلشوا يعملوا البراس بشكل مبكر لاعبي الويزي، بحاولوا يضغطوا طبعا يخلوني يطلعوا الكره مع التسديد القوي. رائعه جدا كانت هالمحاوله من جيسون عوده كابتن فريق الويزي، عم يجربوا يعملوا البراس طبعا يخلوني يطلعوا بالطابه. بالوقت يلي دائما الرقابه عم تكون مان تو مان على بيفوت فريق الشانفيل جوي نادر، الرقابه عم تكون من كارل خليل على جوي نادر. شوفوا بحاولوا يطلعوا من البريس مع البيفوت، دائما هيدي خطه معتمده بلعبه الفوتسال. عندما يكون الضغط من الخلف بده يبين على خط التمرير على خط الباس البيفوت ليقدر يستلم ليطلع فريقه من البريس. الامر ما عم ينجحوا يعملوا لحد الوقت لاعبي الشانفيل. كوتش ربيع ديب وفريقه عم يقدروا يعملوا بريس بشكل كثير منيح مع المحاوله ايضا للانطلاق للامام. جاسكار عقيق، الكره مقطوعه من السمور، سمور بحاول ينطلق انما من جديد لويس شلهوب بتبقى مع الويزي. جيسون عودي جاسكار عقيق من جديد، زونديفاس عم تكون موجودة من قبل فريق الشانفيل مع التسديدة أيضا من الشلهوب عم تروح إلى ركبة ركنية أولى لفريق الويزي. ركلة ركنية إلى يمينه لجوي رحمة مع محاولة التسديد بالقدم اليسرى من كارل خليل إلى خارج أرض الملعب. ركلة تماس مع كارل أيضا محاولة. تحدثت ببداية المباراة عن بعض الأسماء اللي ممكن تنتبهوا لها مع أيضا تسديدة بعيدة من لويس شلهوب إلى خارج أرض الملعب، منهم مثل ما قلنا رودي فرانسيس من الشانفيل. مثل ما عرفنا أنه العديد من الجامعات والأندية أيضا عم تسأل عن هاللاعب، نشوف شو ممكن يعمل بمباراة اليوم. 4-0 حاليا الشانفيل عم يلعبوا مع سمير ابي نجم، بيرجع لعند قائد فريقه كريستوف سمور او تيتو مثل ما بينادوا زملائه. ايضا محاوله المرور بشكل ممتاز عم يروح جوي نادر على الانطلاقه، التمريره ممكن تشوف الهدف الاول
عند الكرة بالقائم أيضا تسديدة جول. هدف أول بمباراة اليوم التلفون عنه اللاعب رودي فرانسيس عم بسجل أول أهداف على اللقاء عم يفتتح التسجيل بالنسبة للشاوميل. رح نشوف الإعادة المجهود الكبير يلي من خلاله وصلت هالكرة لسمير أبي نجم ارتدت من القائم الأيسر ومن بعد تابعها بشكل ممتاز رودي فرانسيس، لكن المجهود الكبير هو يلي كان عمله جوي نادر عند ما انطلق من الخلف. هيدي الكرة يلي ارتدت بالقائم الأيسر، هون ارباك كثير كبير من جيسون عودي ورودي فرانسيس ما بده أحلى من هيك ليفتتح التسجيل بعد مرور خمس دقائق فقط على انطلاق الشوط الأول. سمور بحاول يطلع من البراس مرة جديدة، انفراد انفراد ممكن نشوف هدف ثاني مع التمريرة جول 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 للشانفيل، عم ينجحوا يتقدموا مرة جديدة بالهدف الثاني عبر نجم الفريق الرام 10 رودي فرانسيس، 10 على 10 أمام المرمى، والتمريرة عم بتكون من سمير أبي نجم، الأسيست كان من سمير أبي نجم لين الشانفيل. صفر الويزي بشكل سريع وبظرف أقل من دقيقة قدر يسجل هدفين فريقه لمتري سركيس. مع السمور عم يحاول يطلع من البراس مرة جديدة، في خطأ هون، في خطأ لمصلحة كريستوف سمور. الخطأ الأول بمباراة اليوم على فريق الويزي، نعرف تراكم الأخطاء في حال أي فريق وصل للأخطاء الخمسة من بعد أي خطأ رح يكون ركلة جزاء من مسافة العشر أمتار. ضياع من صفوف الويزي، عم يعرف كثير يدافع بنص الملعب فريق الشانفيل، الأمر عم يخليه يستحوذ مرة جديدة. مع السمور أيضا رودي فرانسيس صاحب الهدفين منه لعند سمير أبي نجم. يوسف سمور بالخلف، ضابط الايقاع هو يلي دائما بحاول يطلع الطابه، عم يحاولوا يضغطوا بلاعبين فريق الويزي، لكن البراس عمليه خطره جدا، اي لاعب بيتاخر بالبراسينج بلحظه بيقدر يطلع الفريق المنافس من الضغط. مع جيسون عودي كره لعند لويس شلهوب، لويس بحاول يمر ما بينجح بهالامر، من الصعب المرور بظل التغطية الدفاعية الجيدة اللي عم يعملوها لاعبي الشانفيل، وايضا الكرة مقطوعة إلى خارج أرض الملعب. الوقت عم يمر بسرعة والويزي متأخر بهدفي رودي فرانسيس. شلهوب زون ديفانس مستمر من قبل الشانفيل، عم ينجحوا بهالأمر، ما عم يصعبوا الأمور على حالهم أبدا مع التسديد من البيت شلهوب، والتصدي عم بيكون من جوي رحمة. المدربين بعد ما اجروا اي تبديل، نعرف بلعبه فوتسال التبديلات مفتوحه، منك بحاجه لتوقف اللعب او حكم المباراه منه بحاجه لتوقيف اللعب، بيقدر يكون تبديل لكن طبعا ضمن الاطر القانونيه. يظهر لاعب يدخل لاعب بالطريقه القانونيه مع التسديده ايضا عم بتكون من الرقم 10 كارل خليل، سهله بين يدي جوي رحمه. ريم شامي عم تعطي الادفانتج هون وراح تحتسب الخطا، عطيت الادفانتج واحتسبت الخطا، هذا الخطا الاول على فريق الشانفيل. ايضا كارل مع تبديل اول عم يعمله متري ساكيس ودخول مارك مكرزي للرقم 24 اللي عم نشوفه امامنا على الشاشه، مكانه لسمير ابي نجم صاحب التمريره الثانيه الذهبيه، هو اصلا كان خلف الكره الخطره الاولى بحاله الهدف الاول عند القائم الايمن اتصدى لكرته وتابعها رودي فرانسيس الى داخل الشباك مع التسديده ايضا من لويس شلهوب، سهل جدا بين جوي رحمي، عم بيكونوا قريبين كثير منهم، عم يشتغلوا بشكل صح بالديفنس لاعبين فوتسال. الانضباط الدفاعي بالفوتسال شبيه تماما بالانضباط الدفاعي اللي بنشوفه بلعبه الباسكت بول. الاربعه بيهجموا، الاربعه بيدافعوا مع الكره الاماميه خطيره جدا لمارك مكرزل الى جانب مرمي لرايان ابي رزق بعد ما اهتزت شباكه مرتين. ريان أبي رزق ببنية جسدية مثالية، لا
لمركز حراسة المرمى مع أيضا كرة الأمام مقطوعة بتروح لعند النجم الفريق رودي فرانسيس. يا رودي يا رودي يا رودي، جول جديد للشانفيل مع بطل المباراة لحد الوقت الهاتريك هيرو رودي فرانسيس، عم يسجل ثالث أهدافه بالمباراة من أنصاف الفرص. بيقدر يستغل أي خطأ، بيقدر يعاقب أي فريق بيغلط قدامه. هيدا العملية اللي كان عم يعمله، شوفوا انطلقت تقدم بنظرة الهداف بلمسة القناص، عم يسجل ثالث الأهداف. ثلاثة شانفيل صفر الويزي، ثلاثة رودي فرانسيس صفر صاحب الضيافة. الشانفيل بحال فاز اليوم رح يجمع المجد من طرفي. ليه؟ لأنه الشانفيل قدر يفوز بلقب الباسكتبول، رح يكون عم يترجم نجاحه بشغله بالرياضة من خلال فوزه أيضا بلقب الفوتسال. فوتسال اللعبة يلي دخلت من جديد فينا نقول من 5 سنوات بس إلى مدرسة الشانفيل، يلي نادي الشانفيل ومدرسة الشانفيل عودونا أنه يبرزوا أكثر بالباسكتبول بألعاب القوى، لكن اليوم بالفوتسال عم يأكدوا حضورهم أيضا، عم يقدموا موهبة كثير كبيرة. هي رودي فرانسيس ما في شك اللي عم يتابع المباراة من الأندية اللبنانية، أندية الدرجة الأولى، راح يحطوا عينهم على هاللاعب. استأنف المباراة، أقل من 10 دقائق مروا، وبهالوقت كان الشانفيل عم يسجل أهدافه. ثلاثة مع جيسون عود، رائع جدا، مهاري جدا الرقم 7، المرور الرائع من كابتن الويزي والتسديد اللي كانت عم ترتد من القائم الايمن لمرميلا جوي رحمي، حبيت المباراه، ولعت المباراه من جديد. الخلف يوسف سمور، كره الامام باتجاهه للمكرزل اللي كان عنده فرصه خطيره قبل ما رودي فرانسيس. يسجل هدفه الثالث. ايضا كره لبرا الى ركل التماس. ايضا لويس شلهوب مع التسديده ترجع لعكار خليل، جول اول للويزي كان خليل بتسديده تسديده صاروخيه رائعه جدا. الرقم 10 من الويزي عم يرد على الرقم 10 من الشانفيل. شو هالهدف الرائع كان للويزي، شوفوا بالاعاده الكره ارتدت بقدمه اليسرى، صاروخ ارجو، ما بيقدر يعمل جوي رحمي اي شيء لهالكره، ما رحمه ابدا كان خليل بتسديدته القويه جدا. شوفوا بالاعاده عمل الكنترول، سدد بطريقه مثاليه بقلب الشباك، فعلا ما رحمه. 3-1 النتيجة، الويزي عم يجرب يعود لهالمباراة، منا غريبة هالنتيجة أبدا لأنه مثل ما ذكرت بدور مجموعات تقدم الشانفيل 3-0، لكن الويزي عاد وفاز بنتيجة 5-4 بالفوتسال. ما بيخلص شيء بهالوقت من المباريات، صحيح متقدم الشانفيل لكن بعد فيل كثير عند الويزي وعند الشانفيل أيضا أنا أكيد بهالمباراة. مع السمور بالخلف من جديد عاد للبراس فريقه لربيع ديب، السمور عم يحاول يطلع بمهاراته الفرديه من البراس لكن بده ينتبه كثير منيح، اي كره ممكن يخسرها وما يكون في ترانزيشن ديفنس سريعه من فريقه ممكن هالامر يكلفهم هدف. وفي حال سجل الويزي هدف ثاني سريع الامر رح يهز معنويات الشانفيل. مع السمور بالخلف، كره لعند رودي فرانسيس مقطوعه الى خارج ارض الملعب، عم تتحرك لعند سمير ابي نجم يلي عاد الى ارض الملعب مكانه للكارزل. ايضا الانطلاق من كان خليل بقدمه اليسرى مهاري جدا، والتسديده مجددا من جيسون عوده للمره، الانجاز لجوي رحمه. صدقوني ما خلص شيء بالمباراه، وقت طويل بعد بعالم الفوتسال، عم بحكي عن 7 دقائق ونص بالشوط الاول، عم بحكي عن الشوط الثاني ما خلص شيء. الويزي اخذ روح مين النفس اطول رح يفوز بهالمباراه، بتتطلب لعبه فوتسال لياقه بدنيه كثير عاليه، بتتطلب من المدربين يعرفوا يعملوا البالانس، يعرفوا يعملوا التوازن بالتشكيلتين، كيف يعملوا الروتيشن تيريحوا هاللاعب ويدخلوا هاللاعب ويقدروا يستفيدوا اكثر من كل لاعبينه الموجودين على البانش. مع مارون حكمي
يلي كان ايضا دخل من ناحيه فريق الويزي. لويس شالوم عم وصل لنفسه عم بيسدد جول للشالوم. قلت لكم بعد ما انتهى شيء بهالمباراه الويزي بعد عنده كلمه ليقولها، عم يقلص الفارق مره جديد. الفارق هو هدف، شوفوا بطريقه ذكيه جدا كيف لقى سبيس، لقى المساحه، خلقها لنفسه، حمي كرته بشكل جيد ودق اللحظه المناسبه ليسدد. جوي رحمي يسال عن هالهدف، كان بالامكان افضل مما كان يا جوي انك تتصدى لهالكره، لكن فاجاته هل كان منه شايف مكان الكره بالشكل المناسب. المهم الكرة هزت الشباك وعاد الويزي إلى المباراة. 3-2 هي النتيجة حاليا مع المحاولة من حاكمة بمر الكرة العرضية. العرضية الأرضية جيسون عودي كان قريب جدا بالوقت يلي متري سركيس عم يطلب التايم أوت. عنده كثير يقولوا أكيد متري سركيس للاعبينه وخصوصا على صعيد الانضباط الدفاعي. الدقيقة إذن التايم اوت عم تنتهي. ست دقائق و24 ثانية متبقية على نهاية الشوط الأول. من المباراة الرائعة جدا نهائي بزاك سبورتس سكول تشامبيونشيب من تنظيم سبورتس مانيوم. البطولة اللي على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة كانت عم تسرق الاهتمام من كل مدارس لبنان وطبعا الجامعات يلي بدأت تفكر كيف ممكن تستقطب أبرز المواهب لصفوفها أيضا على صعيد بطولات الجامعات. يعني الأمور بمنافسة عالية جدا ومستوى عالي جدا. كرمال هيك الكل عينه على زاك سكوت شامبيونشيب مع الانطلاق أيضا. هون خطأ بالتمرير وإلى خارج أرض الملعب، ركلة تماس راح تكون للويزي. بالخلف مارون حاكمي بحركها لعند لويس شالوب صاحب الهدف الثاني بهالمباراة. لويس لويس الزون ديفاس من جديد من قبل لاعبي الشامبيل. تروح الكرة لعند رودي فرانسيس. رودي مهاري جدا رقم 10. رودي شو ممكن يعمل بهالكرة تحت الضغط؟ بتروح لعند جوي رحمي. جوي لعند السمور. السمور من جديد تحت ضغط لويس شالوب، عنده ثقة كثير كبيرة بنفسه انما الخطا عم يرتكبه، الخطا القاتل والتسديدة هون من لويس شالوب. كريستوف سمور كان عم يلعب بالنار وهالامر كاد يكلفه غالي جدا. الكرة بالخلف سمور من جديد بيستنى على سفيرها بنجم على التمريرة الرائعة جدا لجوي نادر يلي عم يمر انما ما كان قادر يسجل. جوي نادر طالت عنه الكرة وخرجت. سمير أبي نجم ذكي كثير كان بهالتمريرة بكعب القدم. كان خليل صاحب الهدف الأول للويزي. ساعة كثير كبيرة اللاعب قد ما يكون عم يستلم الكرة، يعني بتلاحظ على بعض اللاعبين قد عنده ساعة، شوفه عم يطلبها رغم الرقابة عم يطلبها، عم يقدر يستفيد بقدمه اليسرى مهاري جدا، عم يقاتل على الكرة أيضا مقطوعة. يعني من اللاعبين اللي لفت الأنظار بين الشوط الأول هو كان خريط طبعا إلى جانب لويس شالهوب. لويس أيضا محاولة تسديد المرة إلى جانب المرمى. وجسكار عقيقي من جديد على أرض الملعب مكانه للويس شالهوب من ناحية فريق الويزي. مقابل عودة مارك مكرزل مكانه لسمير أبي نجم من ناحية فريق الشونفيل. واضحة خيارات المدربين لحد هالوقت، كل واحد منهم
عم يشتغل بشكل محدود على صعيد البنش. خمس لاعبين اشرك متر السركيس مقابل ست لاعبين اشركهم لحد الوقت. ربيع ديب مع دخول حاكمي مارون. الى ارض الملعب من ناحيه الفريق الازرق. هو لويس شلهوب بحاول يمر ايضا الكره عند مارون حاكمي البديل. بتروح لعند رودي فرانسيس، ممكن نشوف خطوره من جديد من شانفير. رودي مضغوط بالخلف سريعا لعند كريستوف سمور. التمريره السريعه مان تو مان ديفاز حاليا مع البريسنج عم يعملوه لاعبي الويزي بمحاوله لاستعاده الكره. الويزي سبق واحرز لقب بطوله المدارس مرتين، بطوله مدارس لبنان مرتين، هيدا امر منه غريب على الويزي مثل ما ذكرت من اولى الانديه اللي دخلت الى لعبه الفوتسال كان الويزي. ايضا محاوله من جيسون عودي. عودي رجع للخلف لعند مارون حاكمي، ايضا التسديده سهله جدا كانت عند دفاع فريق شانفير. الانطلاق من سمور على محاوله التمرير للامام، الكره الى خارج ارض الملعب. صعب لعبه الفوتسال، منا سهله ابدا تقدر تطلع من الديفنس، بدك تشتغل دائما على اخطاء غيرك. بالوقت يلي جوي نادر عنده فرصه للتسديد، مقطوعه الكره بشكل ممتاز كانت من الحاكمه، بتروح لعند العقيقي جاسكار الى خارج ارض الملعب. ركله تماس من جديد المره للشانفيل. شوي بلش التعب يحسوا فيه لاعبي الفريقين. مع السمور بتروح لعند مارك مكرزل. السمور ايضا يتخلص منها بشكل سريع. عاد للضغط فريق الويزي بده يضغط. بالدقيقة الأخيرة من هاللقاء طبعا بشوطه الأول، يعني في كثير من المدربين يعني بحبوا البريس، بحبوا يعتمدوا البريس، لكن الأمر بيكون مرهق للاعبين، بدك تعمل بريسك، بده يكون عندك مقعد احتياط بحجم قدرات اللاعبين الأساسيين. بتتعب كثير فعلا خطه البريسنج بالدفاع. بوقت الجي سعود وعم يحاول يحط الضغط على السمور. السمور بحاول يمر، ايضا عم يخسر كره مره جديده. الشلهوب بحاول يستفيد وبيسدد كره قويه جدا لو قدر يلمسها جيسون عودي بالتاكيد كنا حنشوف هدف التعادل. قريب جدا كان من المرمى. رودي فرانسيس راح يخرج ليرتاح، لاول مره بيخرج بهالمباراه عم يدخل مكانه سمير ابي نجم. السمور كره من جديد للامام، خطيره جدا خطيره جدا الكره من جوي نادر عم يتصدى لها كان راين ابي رزق. 26 ثانيه وثمان اجزاء من الثانيه متبقيه على نهايه الشوط الاول. ايضا التسديده كانت من مارك بكرزل، سهل جدا بين يدي ابي رزق بالوقت يلي لويس شلهوب عم يحاول ينطلق بالهجمه والتسديده يلي عم ترتد الى خارج ارض الملعب. 13 ثانية متبقية، 12 ثانية تحديدا، ما وقف الوقت بشكل سريع الا ما خرجت الكرة. كان خليل عاد الى ارض الملعب، ريحه المدرب ربيع ديب، هو يلي عم بيسدد هالكرة عم بتصدى له. جول الويز من جديد عم يضرب من بعيد وفعلا عم يرجع من بعيد مع جاسكار عقيقي، انما خلف الهدف كانت تسديده كارل خليل تصدى لها جوي رحمي. وجاسكار عقيقي كمل المهمه بافضل طريقه ممكنه، تسديده صاروخيه بالقدم اليسرى. صواريخ الويزي عم تضرب من بعيد وعم توصل مره جديده لشباكه لجوي رحمي. الويزي عم ينهي الشوط الاول باجمل طريقه ممكنه من بعد ما كان متاخر بثلاث اهداف، عم يعادل النتيجه 3-3. قلت لكم مباراه واعده ما رح تخلص هون لانه في شوط ثاني بالتاكيد مشاهدينا رح يكون على مستوى عالي جدا. خلينا نروح انا وياكم لفصل اعلاني ومن بعدها بنتابع المباراه الرائعه بنهائي يوزاك سكولز شامبيونشيب للعبه الفوتسال بين الويزي والشانفيل. Dirt on them, throw a little dirt.
اذا عودي معكم مشاهدينا الى نهائي اوزاك سكولز تشامبيونشيب بالفوتسال. الويزي شانفيل الشوط الاول كان رائع جدا فعلا، النتيجه النهائيه كانت 3-3 للشوط الاول بعد ما تقدم الشانفيل بثلاث اهداف. راح استغل الفرصه قبل انطلاق الشوط الثاني لاحكي مع دوري صخور المدرب السابق لمنتخب لبنان وعضو لجنه الفوتسال. دوري اليوم البطوله عم تقام برعايه الاتحاد اللبناني لكره القدم، يعني القطاع العام الى جانب القطاع الخاص، هيدي شغلات كثير كنا قليل نشوفها بكره القدم اللبنانيه. اليوم ليه ارتبط الاتحاد اللبناني بهالبطوله بالتحديد على صعيد المدارس؟ اكيد ما في شك شربل، مثل ما قلت انه مباراه كثير حلوه، واللي صار انه طلبوا منا كشركه سبورتس مانيا اللي عم تنظم هالبطوله، وشفنا قد ايه المباراه رائعه كاتحاد، نحن نغطيها تحكيميا، واكيد الاتحاد ما عنده مشكله بهالشيء، فكتر خير الله الحكام عم بيكونوا على مستوى جيد والبطوله حلوه كثير، لان شفنا منافسه كثير قويه. بس هون في شوية، بس بدي احكي فنيا، بين فريق الويزي يعني عم بيلعب فوتسال، فريق الشانفيل عم بيلعبوا لعيبته كفوتبول اكثر. دوري بدي اسالك يعني عن نقطة مهمة بالاتحاد اللبناني لكرة القدم، كان اطلق بطولة الشباب بالفوتسال، اليوم إلى أي مدى بتعتمدوا بهالبطولة على اللاعبين يلي بيتخرجوا من المدارس إلى الأندية؟ أكيد شربل ما في شك، يعني هول راح يكونوا نواة المنتخب، وخاصة هلا مثل ما عرفت حضرتك بدنا نعمل إعادة للمنتخب، وبده يكون في منتخب جديد وكله راح يكون من هول اللاعبين اللي هن اندر 18 ويلي لاعيبه الجامعات كمان. شكرا لك، اكيد راح تبقى معنا لمتابعه المباراه. كوتش طارق رزق مسؤول للفرق الرياضيه بجامعه روح القدس الكاثوليك، فوتسال لعبه اساسيه عندكم، يعني البعض بيعتبر انه الباسكتبول هي اللعبه الاكثر شعبيه، لكن الفوتسال اساسيه دائما عندكم، ليه اخترتوا هاللعبتين تحديدا؟ ولاي مدى انت حريص انه اللاعبين المميزين بالفوتسال بالفرق المدارس يكونوا موجودين بالاوزاك بفتره مقبله؟ شارب، الحقيقه جامعه روح القدس الكاثوليك بقدر ما بتعطي اهتمام بالمنهج الاكاديمي والحق التربوي للطالب عندها، بقدر ما بتولي اهتمام كثير كبير للشق الرياضي، والفوتسال مثل ما انت بتعرف هي من اهم الالعاب البارزه والناشطه ويمكن الاكثرهم صعودا بالاونه الاخيره. من هيك نحن كنا داعمين لهيدي البطوله مثل بطوله الباسكتبول كمان، وان شاء الله نواه هول اللعيبه اللي عم تشوفهم، نواه هول الفرق اللاعبين اللي عم نشوفهم هون، بنشوفهم بجامعاتنا وليش لا؟ مثل ما قال كابتن دوري بنشوفهم بمنتخباتنا وانديتنا. بدون شك الجامعات كانت دائما انفولفد بلعبه الفوتسال، حتى عندها انديه ببطوله الدرجه الاولى، والاكيد انه كل الجامعات عم تراقب بطوله المدارس، اليوم الى اي مدى فعلا بتشوف الانتشار بطريقه صحيحه وبطريقه مدروسه عم بيكون للعبه الفوتسال بالمدارس، والاهتمام فيها يكون اكثر من اكتيفيتي عاديه؟ اليوم هيدا المنحة تصاعدي، عم نشوف بعض المدارس عم يعملوا ليجيبوا مدربين كفؤين من الدرجات الاولى والثانيه وخبيرين، بعض منهم مدربين اجانب لمدارسهم. اللي بقدر اقول لك اياه انه الامور عم تتغير شوي للاحسن اكيد، من ناحيه ثانيه عم نطلع من المدارس للجامعات للدوريات، وفريق جامعه روح القدس الكاثوليك اغلبيه لاعبينه استقدمهم من هول البطولات المدرسيه، ومن هيك نحن ابطال الدوبلي بالشباب والبنات الموسم الماضي، منافس كمان لاستعاده القابنا بالشباب وبالبنات على مستوى الفوتسال، وان شاء الله هول الشباب يلي عم نشوفهم بضلهم بجو الرياضة ان كان بالجامعة او بعد الجامعة كمان. شكرا لك طارق، اكيد مشاهدين رح تابع انا وياكم، رح نروح لنتابع الشوط الثاني من لقاء الويزي والشانفيل، المباراة الواعدة جدا، مين رح يربح اللقب، مين رح يتوج للمرة الأولى بإوزاك سبورت سكول تشامبيون شيب، رح نتابع سوا، اكيد 20 دقيقة رح تكون حاسمة بالنسبة للفريقين. إذا 20 دقيقة أمام الويزي والشانفيل لواحد منهم يخرج وهو عم يحمل لقب أوزاك سكولز سبورتس تشامبيونشيب. كان خليل بعد ما حرك الكرة فريق الشانفيل وعاد للويزي بروح رياضية، نفس سيناريو الشوط الأول عندما الويزي حرك الكرة، المدرب ربيع ديب عم يبلش المباراة بمارون حاكمي، جيسون عودي، كان خليل، ولويس شلهوب، إضافة لرايان أبي رزا بحراسة المرمى مع تسديدة أولى لكارل خليل بقدمه اليسرى الرهيبة، عم يتصدى لها جوي رحمي، جوي رحمي مع كريستوف سمور، جوي نادر، رودي فرانسيس، وطبعا سمير أبي نجم على أرض الملعب. هذه هي التشكيلة الأساسية لفريق الشانفيل يلي عم يبلش فيها أيضا الشوط الثاني، أيضا تسديدة من الشلهوب، يعني التبديل الوحيد بالنسبة ل
تشكيلته لربيع ديب وبعدم وجود جسكار عقيقي مسجل هدف التعادل بشكل اساسي. هو اللي كان بدا المباراه مارون حاكمي عم بيكون على حسابه مثل ما قلت، حسابات المدربين وخيارات المدربين بلشت تكون واضحه. شانفيل حاليا معه البوزيشن والروتيشن عم بتكون الخلف مع السمور تحت ضغط كثير كبير من جيسون عودي، اخطا ببعض الكرات السمور كرمال هيك بده ينتبه كثير منيح بالشوط الثاني. ممنوع الخطا، ممنوع الغلط في حال اراد الشانفيل يلي سجل ثلاث اهداف عبر نجمه رودي فرانسيس رغم انه عم بيعاني من اصابه. اللاعب كان عم يسجل ثلاث اهداف وعم يمنح تقدم للشانفيل، لكن عادل الويزي بطريقه رائعه، فريق مكافح، فريق مقاتل، فريق ما بيستسلم. لكن مين رح يرفع الرايه الاستسلام بنهايه المباراه؟ 18 دقيقه هي رح تخبرنا عن الامر بوقت يلي تيتو عم يقدر يهرب، عم جول. اجمل اهداف المباراه من كابتن فريق شانفيل كريستوف سمور تيتو بالكره الصاروخيه. شوفوا ملة تسديدة، ما حدا بيقدر يعمل اي شيء لهيك نوع من التسديدات. راين ابي رزق اكتفى بالتفرج عليها، صاروخ ارض جو كان من قبل كابتن شانفيل، وشانفيل عم ياخذ الليد من جديد، عم يتقدم 4-3. السمور ايضا يعني اصبح معروف ومبرر لكوتش متري ساركيس ترك كريستوف سمور على ارض الملعب، لاعب لا غنى عنه، كابتن فريق شانفيل بشخصيته بالثقه الكبير يلي عنده اياها بنفسه، بالخلف عكسها طبعا بالهجوم بهالكره الصاروخيه يلي عم تعطي التقدم لفريقه جديد. وقت يلي مارون حاكمي عم يخسر الكره ما قدر يعمل كنترول، رودي فرانسيس، رودي بحاول يرجع، كارل خليل عم يضغط عليه، ممتاز جدا كارل خليل، اكثر اللاعبين لفتا للانظار بفريق الويزة. صدقوني الثقه الكبير يلي عنده اياها اللاعب على ارض الملعب فعلا من الامور اللافته، بتوقع له مستقبل كثير كبير بلعبه الفوتسال. الشلهوب ايضا بحاول يسدد، استبسال بالدفاع من جوي نادر، كارل خليل بيعمل كنترول بقدمه اليسرى، عنده كنترول ممتاز ايضا ليوس شلهوب، بحاول يمر الكره الى خارج ارض الملعب، راح تكون مع الحارس جوي رحمه. مباراة سريعة، ريتم سريع بالشوط الثاني، والتقدم السريع كان للشانفيل بهدفه للسمور. كارل خليل من جديد بالخلف، كارل الكرة لعند جسكار عقيقي يلي عاد إلى أرض الملعب من ناحية فريق الويزة على حسابه لمارون حاكمي. جسكار حاول يمر الكرة الأمام للويس شلهوب، مقطوعة، رودي فرانسيس بيعمل كنترول على صدره. أيضا جوي نادر 3-1 عاد ليلعب المدرب متري سركيس مع وجود البيفوت سمير أبي نجم بالأمام. رودي فرانسيس أيضا بالكونتر أتاك، الكرة الأمامية لعند جوي نادر لكن عم تمر. هذا مقعد بدلاء فريق الويزة مع الحارس الاحتياطي رودي ابي رزق، وباقي اللاعبين كارل خليل بالخلف، الرام 10، كرة الأمام بحاول يستند على جيسون عودي، التبديل من جديد عم يحضره متر سركيز، تبديل كلاسيكي مارك بكرز ال 24، رح نشوف مين رح يريح على ارض الملعب. يعني اللي عم يعمله متر سركيز هو ذكي جدا، بيسحب لاعب لمده دقيقه دقيقتين بيريحه من لاعبينه الاساسيه وبيعود من بعدها الى ارض الملعب فريش. بالوقت يلي الكره المقطوعه رح تكون ركله تماس، قبل هالمباراة كان سجل بهالدورة أو بهالبطولة 144 هدف بمعدل حوالي 5 أهداف بالمباراة الوحدة، 61
60 لاعب من اصل 161 لاعب عم يشاركوا بهالبطوله هن يلي سجلوا الاهداف. افضل الهدافين هو كريم الغالي من الكولاج بروتستانت، عنده 17 هدف بالمركز الاول، قدر ثلاث مرات يسجل خمس اهداف بمباراه واحده. كريم الغالي هو حاليا متصدر الهدافين، الاقرب له بالمباراه يلي عم تقام اليومي هو جيسون عودي، عنده 10 اهداف لاعب فريق الويزي، مع التسديده ايضا بيشلو ودي فرانسيس عنده 6 اهداف، كارل خليل ايضا عنده 6 اهداف، واكيد رودي صار عنده جول. كارل خليل، مع كارل خليل ما في مستحيل بالنسبة للويزي يلي عم يعادل النتيجة من جديد. شوفوا بأقل خطأ بيرتكبوا لاعبي فريق الشانفيل، كارل خليل شمال يمين ما في مشاكل، مهم الكرة أمام المرمى، بيعرف الطريق إلى المرمى وإلى الشباك، ذكي جدا اللاعب بقدمه اليمنى قبل ما يسقط، سقط ما استسلم، نهض سجل الهدف الرابع لفريق الويزي، النتيجه متعادله مره جديد بهدف ثاني لكارل خليل. كنت عم بحكي عن الهدافين، رودي فرانسيس طبعا صار معه 9 اهداف، وكارل خليل عم يصير معه 8 اهداف، الصراع الفردي ايضا مشتعل بين هاللاعبين على ارض الملعب. اكثر الفرق يلي سجلت اهداف قبل المباراه هو فريق الويزي، 23 هدف قدر يسجلهم الويزي قبل المباراة بالمقابل الشامبيل، عنده 19 هدف، كوليج بروتستانت عندهم أيضا 23 هدف لكنهم خرجوا من البطولة. الدور على النصف النهائي قاعد بخسروا أمام الشامبيل بنتيجة 3-7، بالمقابل الويزي بالدور النصف النهائي كان عم يفوز على السنترال على المركزية جوني بنتيجة 3-1 مع صراع كبير. سمور ممكن يسدد، عم يسدد، وراين أبي رزق عم يتصدى مرة جديدة لهالكرة. الخطورة من قائد فريق الشانفيل اللي عم يحاول يعطي التقدم لفريقه من جديد. شو المباراة الحلوة، شو المباراة الرائعة اللي عم تتابعها من شاشة التي في. وزاك سكول سبورتس تشامبيون شيب فعلا على الموعد، عم توفي بكل وعودها ان كان بالباسكت بول او بالفوتسال. الشلهوب جيسون عودي، مش بالصدفة ابدا انه تتابعوا هيك مباراة عبر شاشة التلفزيون مشاهدينا، المستوى عالي عم بيكون جدا، هالمواهب الصغيره يلي بتقعد بمستقبل كبير بتستحق نضوي عليها. واكيد الفوتسال هي الباز للفوتبول، ودائما بنشوف بالبلدان المتطوره البلدان يلي فيها مواهب كبيره من اللاعبين يلي عندهم مهارات عاليه بيعتمدوا على الفوتسال بشكل اساسي، عم بحكي عن اسبانيا بالتحديد، عم بحكي عن البرازيل ايضا، لان عندما بتكون قادر تسيطر على الكره بالمساحات الضيقه بتصير الامور سهله جدا عليك بالملعب الكبير. الفوتسال هي الممر الاساسي بتخريج لاعبين مهاريين، لاعبين بيعرفوا يتصرفوا تحت الضغط. اسالوا عن رونالدينيو، اسالوا عن نيمار، حتى اسالوا عن بيليه، اسالوا عن انيستا او عن بيكي وعن غيره من اللاعبين المميزين يلي مروا من خلال اللعبه الى ساحات النجوميه. وبانتظار انه الشباب الصغار يلي عم تبعهم وعم نستمتع بادائهم اليوم على ارض الملعب يكونوا عم بيروحوا صوب التالق مع الهدف الرائع بالاعاده، اجمل اهداف المباراه بدون شك لكريستوف سمور، وهدف التعادل للمقاتل للمحارب للرقم 10 كارل خليل، فعلا بيستحق العلامه الكامله على هالهدف. كارل خليل يلي ايضا عم يحاول يسدد هون، كرته عم ترتد الى خارج ارض الملعب، ركلة تماس، الحضور اللافت بملعب مدرسة سيدة الويزي بذوق مصبح مع كارل خليل للويس شلهوب، عاد للفور زيرو فريقه لربيع ديب مع جيسون عواد. الزون ديفنس مستمر من قبل لاعبي الشانفيل، عم يعرفوا يقسموا مجهوده مع تسديد كارل خليل بقدم اليسرى من المسافة البعيدة، عم ترتد إلى خارج أرض الملعب. كرة لعند كارل، ايضا التمريره للامام للرقم 23 شاربل ديدوس يلي كان دخل الى ارض الملعب من ناحيه فريق الويزي. بلش ربيع ديب يشارك اكثر، البنش تبعه بلش يحاول يقدر يستفيد ما
من اللاعبين والاحتياطيين. التعب التعب ممكن هو يكون العامل الحاسم بهالمباراه. اللي بيضاين اكثر هو اللي راح يربح مع الديدوس. ايضا بحاول يلعب العرضيه سهله جدا بين يدي جون رحمي والانطلاقه السريعه مع رودي فرانسيس. جيسون عواد ترانزيشن ديفنس ممتاز يا جيسون. كيف رجع كيف قدر يجبر رودي فرانسيس يخسر الكره مع العواد. عواد او عودي جيسون عودي اللي عم يحاول يعوض كان يعني تسديده كانت خطيره جدا من جيسون عودي. اذا كابتن فريق الويزي لويس شلهوب. الشلهوب بحاول يمر بين لاعبين بينقلها لشرب الديدوس. كنترول ممتاز من رقم 23 لما تمريرته ما كانت مناسبه. الكره راحت الى خارج ارض الملعب. هون مع جيسون عودي كابتن ويزي من جديد للشلهوب. كان خليل تحرك جيد عم بيكون بدون كره من قبل جيسون عودي وشرب الديدوس. الشلهوب لكان خليل فيه ممكن يروح واحد على واحد مع رودي فرانسيس. كان خليل هو اللي عم يلعب العرضيه صعبة جدا لأنه طريقة التغطية كانت ذكية من جوي نادر. كان كارل خليل وجها لوجه مع رودي فرانسيس مر لاعب ثاني اجى تيعمل الكفر. الكفرج كانت موجودة بشكل ممتاز والتغطية اللي حرمت كارل خليل من متابعة طريقه باتجاه المرمى. دقيقة ونص متبقي على نهاية المباراة. مين راح يسجل هدف الحاسم؟ مين راح يسجل هدف التعادل؟ يبدو انه سيناريو او هدف التقدم يبدو انه سيناريو السيناريو سيناريو المباراة الأولى المثيرة بين الفريقين بدور المجموعات راح يتكرر. نتيجتها وقت انتهت 5-4 نحن هلا 4-4 وهون في خطأ من جوي خطأ من جوي نادر يلي عم يتلقى الإنذار الأول بالمباراة. جوي بطاقة صفراء إذا لجوي نادر وخطا اول محتسب على فريق شانفيل. بسكار عقيقي عاد الى ارض الملعب مع جيسون عودي للعقيقي. جيسون ايضا باتجاه الديدوس عم يقاتل على كل كره بتروح لعند العقيقي من جديد للشلهوب. الشلهوب واحد على واحد مع السمور. زون ديفنس مستمر. توتو عم يدافعوا دائما لاعبين بالامام ولاعبين بالخلف على الكره الاماميه خطيره جدا ممكن تكون للاعب يلي دخل بجديد اميليو خليل من ناحيه فريق شانفيل. كاد ينفرد كاد اول دخوله يتوج المجهود اللي عمله ليلحق بهالكره الى هدف. على كل حال جيسون عودي من جديد بحاول يستند على الديدوس. السمور حاضر دائما بالدفاع ايضا عم يمر بطريقه ممتازه جدا. السمور شو المجهود الفردي يا لعيب عم بيروح على 99 انما هون الكتره عم تغلب الشجاعه والكره مقطوعه مره جديده مع جيسون عودي. جيسون عم يتقدم رقم 7 عم بيروح عم يمر عم يهرب انما ايميليو خليل كان عم يتدخل وعم يحط الكره خارج ارض الملعب. اشتعل المباراه ولا اي حدا من المدربين طلب التايم اوت. شوفوا المرور الرائع من تيتو بمرة اولى وبمرة تانية لكن يحسب طبعا لجسكار عقيقي. الترانزيشن ديفنس الممتاز يلي كان عم يعملها. تايم اوت للمدرب ربيع ديب. الدور الأول الويزي تعادل مع جيسوس أند ماري 3-3 وفاز على الجمهور 9-2 قبل ما مثل ما ذكرت يفوز على شانفيل بنتيجة 5-4 مقابل شانفيل تعادل مع جيسوس أند ماري 2-2 وفاز على الجمهور بنتيجة 2-0. بالدور الربع النهائي قدر شانفيل يفوز على سابيس 4-2 والويزي يتغلب على لويس باجمان
بنتيجه 3-2. وطبعا نتيجه مباراتي الدور نصف النهائي كما ذكرتم، دور نصف النهائي اللي اقيم 29 و30 شباط الماضي، قدر يفوز الويزي على السنترال 3-1 وشانفيل على كوليج بروتستانت 7-3. الركله الركنيه راح تكون لجيسون عودي الى يمينه لجوي رحمه، خطوره الويزي حاضره بالكرات الثابته، الكره الملعوبه ايضا الى خارج ارض الملعب. تيتو تحت ضغط العقيقي، كان خليل مأخر بالبريسنج، الكرة عم تقدر تمر لكن مش لوقت طويل لأنه جيسون عودي عم يقطعها. قال الفرق تلقيا للأهداف بهالبطولة كان سان جوزيف عين تورا 4 أهداف على الخطأ الكبير كاد يكلف الشانفيل، خطأ كبير كان من جوي رحمة بالتعامل مع هالكرة، كاد يكلف الشانفيل غالي لو في أحد لاعبي الويزي قريب لمتابعة الكرة إلى داخل الشباك. أيضا حكمة برازيليا دخل مرمي 5 أهداف، المركزية جوني 9 أهداف مثله مثل حريري 3 هاي سكول. الشانفيل كان دخل مرمي 12 هدف والويزي أيضا دخل مرمي 12 هدف، من هو الأفضل على الصعيد الدفاعي هالفريقين، لكن على الصعيد الهجومي وهيدا الاهم كانوا حاضرين. مثل ما ذكرت الويزي هو الافضل هجوما ب 23 هدف مع الكوليج بروتستانت، بينما الشانفيل كان سجل 19 هدف ليوقف بالمركز الثاني خلف الفريقين. بنهايه الامر كره القدم والفوتسال هن لعبه اهداف بكل ما للكلمه من معنى. وايضا هون في خطا لمصلحة الويزي، التعادل بالنتيجة 4-4 والتعادل بالأخطاء، أيضا خطأين مقابل خطأين مع تمديد جديد عم يعملوا متري ساركيس. مارون فغالي على أرض الملعب من ناحية فريق الشانفيل مع الكرة لكارل خليل العقيقي الشلهوب، أيضا تسديد من الشلهوب خطيرة جدا إلى جانب مرميلا جوي رحمة. دقائق 5 الأخيرة عم ندخلهم بهالمباراة، السمور عم يحاول يمر مرة جديدة وعم يحصل على خطأ جديد هالمرة من كارل خليل. الدقائق 5 الأخيرة رح تحمل هدف حاسم لواحد من الفريقين. كرة للأمام، روف غالي عم يخسرها، مين البانش اللي راح يخدم مدرب واكثر؟ هيدا الامر راح يكون حاسم بالدقائق الاخيره. مع جيسون عودي لكارل خليل، ايضا جيسون بحاول يمر، مقطوع الكره من السمور تيتو، هيدا كارل خليل جول 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 جول، الهاتريك هيرو لكار خليل عم يرد على رودي فرانسيس. منك قليل يا خليل بهالتسديد الرائعة جدا يلي سكنت أعلى الزاوية اليسرى لمرميلا جوي رحمة بطريقة رائعة مع محاولة للرد سريعة كانت من جوي نادر. شوفوا بالإعادة الكرة والتسديد القوية، ما قدر يعمل أي شيء جوي رحمة، عمل كل شيء فعلا، حط كل شيء بكرته كارل خليل وسجل ثالث أهدافه وأعطى التقدم للويزي. ما معقول سيناريو دور مجموعات عم يتكرر، تقدم الشانفيل 3-0، عودة الويزي إلى المباراة وتقدمه 5-4 ليه النتيجة النهائية. مين بيعرف مع السمور تيتو عم يقاتل على كل كرة حاليا، ما خرج من أرض الملعب مرتاح وما راح يرتاح إلا لما فريقه يعود للمباراة. دلوقتي عم يرتكب خطأ تيتو، خطأ قاسي جدا على جيسون عودي. حدثت كثير ببدايه المباراه عن كارل خليل وقلت اللاعب بتوقع له مستقبل كبير، انذار كان لتيتو على الانذار الثاني بالمباراه والثاني على فريق الشانفيل بعد جوي نادر. تيتو عم يتلقى البطاقه الصفراء، الويزي حاليا على تنفيذ الركله الحره
مع العقيقة الخليل بيتركها للعقيقة اللي بتسدد بشكل مباشر عم ترتد من جوي نادر. مرتاح الويزي أصبح على أرض الملعب مع تقدمه بيقدر يكون عم يتحكم بالمباراة مثل ما بده. بكار خليل أيضا بفصل استعراضي باري رح يسدد كرة قوية إنما هالمرة إلى خارج أرض الملعب. كان خليل من جديد بمحاولة جديدة أصبح عنده 9 أهداف مثله مثل رودي فرانسيس بهالبطولة. التبديل من جديد مارون حاكمي عم يدخل مكانه لجسكار عقيقي. ومارك مكرزل من ناحية فريق شامبيل أصبح على أرض الملعب. رودي فرانسيس ما شفنا خطورته بالشوط الثاني من هالمباراة أبدا، ما شفنا أي شيء من صاحب الهاتريك بالشوط الأول. الوقت يلي جوي نادر بحاول يمر خطأ لمصلحته. جيسون عودي هو يلي كان عم يرتكب الخطأ وراح يتلقى الإنذار من دون شك. عم يوقف الهجمة كان طريقة تكتيكية ذكية من الرقم 7 قائد فريق الويزي لتوقيف الهجمة. دقيقتين و 29 ثانية الوقت عم يسبق فريق الشامبيون مع السبور بحاول يسدد. السبور جمهور فريق الويزي كله خلف فريقه. جمهور الشامبيل ايضا يلي عم يحاول يشجع فريقه للعوده للمباراه مع خروج راين ابي رزق واعطيات الكره بشكل ممتاز. هون عم يخسر كره لكن كان في خطا لمصلحته ايضا رح نشوف انذار. الانذار متري سركيس عم يسحب نجم فريقه رودي فرانسيس من ارض الملعب بالوقت اللي في بطاقه حمراء لمارك مكرزل. بطاقه حمراء لمارك مكرزل بالوقت اللي الحكم عم يرفع بطاقه حمراء لمارك مكرزل. بس هي البطاقه انا بعتبرها لجوي نادر اللي هو كان معه انذار وطلع الانذار الثاني بالفعل. هيدا الامر يلي عم يحصل. جوي كان بعيد عن الحاله، الحكم رفع وكانه رفع البطاقه بوجهه لمارك مكرزل لان كان قريب منه، لكن هي كانت لجوي نادر يلي خرج من ارض الملعب. حاليا الشامبيل عم يلعب منقوص بثلاث لاعبين قبل دقيقه ونص على النهايه. هالامر بيعطي افضليه كثير كبيره للويزي مع دخول اليمينا ايضا من ناحيه فريق الشامبيل. اليمينا مارك مكرزل تيتو هن يلي عم بيكونوا بالهجوم حاليا بالنسبه للشامبيل. يعني بالتاكيد يلي بده يلعب منقوص لحتى نهايه المباراه. هون ايضا مطالبه بانذار. حكم ريم الشامي كانت عم تحتسب الخطا دقيقه و13 ثانيه العد العكسي. رودي ابي رزق الحارس الاحتياطي عم يقوم بعمليه التحمي من ناحيه فريق الوزي بالوقت يلي تيتو عم بمر عم يخسر الكره. اي خساره للكره رح تكلف غالي فريق الشامبيل لانه زياده العدديه هي لمصلحه الويزي وخطا لمصلحه فريق الويزي. 57 ثانيه متبقيه مع راين ابي رزق. لويس شلهوب جيسون عودي رودي فرانسيس عم يدخل الى ارض الملعب لاول مره. كريستوف سمور عم يخرج بحاجه لكل المجهود الهجومي لكل اللاعبين يلي بيقدروا يعملوا البريس لما يخلوا الويزي يطلع بالكره. بالوقت يلي الويزي ارباك كثير كبير بالخلف فزياده العدديه ما مفروض تخليه يكون مربك، ما مفروض يكون مربك ابدا فريق الويزي. ايضا عن مرور من مارك مكرزل عم يحافظوا على الكره الشامبيل انما الوقت عم يدهمون مع اليمينا لرودي فرانسيس ترى يقدر يعمل شيء لحاله. رودي بحافظ على كرته. رودي مواجهة كان خليل عم بمر انما مروره ما اكتمل لأن الكرة خرجت 15 ثانية. كان خليل ممكن ينهي الأمور عم يتقدم. رودي فرانسيس عم يلحق فيه. جيسون عودي عم يسدد من ثواني. الأمور عمليا انتهت مشاهدينا. صاحب الضيافة الويزي هو بطل إيزاك سكولز تشامبيونشيب بتغلبه على الشامبيل بنتيجه 5-4. فرحه كثير كبيره للويزي يلي لقى حاله ببدايه هالمباراه متقدم او متاخر بنتيجه 3-0 قبل ما يعادل الارقام على الهاف تايم. سجل 3 اهداف. النتيجه كانت اصبحت 3-3. اكيد بدي اتشكركم كثير لمتابعتكم وخصوصا بدي اتشكر فريق عمل
الام تي في، المخرج فادي حداد وكل الزملاء على هالتغطية الرائعة لهالمباراة الرائعة جدا. شفنا 9 اهداف 5-4 النتيجة النهائية. الويزي اذا هو بطل المدارس، الشانفي رح يكتفي فقط بلقب كرة السلة. بطولة رائعة، بنوعدكم انه نكون معكم بمواعيد لاحقة، اكيد رح تكون مواعيدنا كثيرة ان كان على الصعيد الاضاءة على المواهب بكل الرياضات اللبنانية، واكيد من خلال متابعتنا نحن وياكم لدوري الفا لكرة القدم حصريا ومباشرة دائما عبر ام تي في. الى اللقاء. بنقول ألف مبروك لمدرسة الويزي بتحقيق الفوز على مدرسة الشامبير، فوز بالمركز الأول بنتيجة 5-4. وهلأ بطلب من ممثلي جامعة الأوزاك الراعي الرسمي لهالبطولة يتفضلوا يسلموا الميداليات والكاس. منبلش أكيد بالمركز الثاني مدرسة الشامبير. نطلب من اللاعبين يتفضلوا يستلموا ميدالياتهم. إذا زقفة كثير كبيرة لمدرسة الشانفيل، فوز بالمركز الثاني ببطولة أوزاك للمدارس بكرة الصالات. نطلب من اللاعبين يتفضلوا يستلموا ميدالياتهم. إذا نطلب من فريق الشانفيل يتفضل يستلم ميدالياتهم. زقفة كثير كبيرة لمدرسة الشانفيل، امبارح فازت المدرسة بالمركز الأول بكرة السلة وهلا احتلوا المركز الثاني بكرة الصالات. نطلب من الكابتن كريستوف سامور يتسلم كاس المركز الثاني من ريبريزنتاتيفز الراعي الرسمي لهالبطولة جامعة الروح القدس الكاثوليك.
زقفة كتير كبيرة لمدرسة الشانفيل. بيستلم الكاس الكابتن كريستوف سامون. وهلا بطل واحتل المركز الاول ببطوله يوزك للمدارس بكره الصالات مدرسه الويزه. الف مبروك، ونطلب كمان من الفريق يتفضل يتسلم ميداليات الذهبيه من منسق عام لجنه الفوتسال دوري زخور، ومن كمان ممثلي جامعه الروح القدس الكاثوليك. ألف مبروك لمدرسة الويزة. إذن بطل النسخة الأولى من بطولة إيزاك لكرة الصالة مدرسة الويزة عم يتسلموا ميدالياتهم، وبنطلب هلا من منسق عام لجنة الفوتسال دوري زخور يسلم الكاس للكابتن جيسون عوضي. Put a little dirt on them.